زمان انه الله
مثل ما قلنا الأحد الأول من البشارة الإصابات معناتها القسم. الله تذكر قسم مالته. الخلاص يشمل الكل. إذا هاي المرأة الإصابات هي عاقر، هي عاقر وكبيرة بالعمر، صارت منبوذة من نفسها من كيانها، وحتى زكريا زوجها يمكن ما يريد يفرجي، لأنه زكريا هو كاهن، فيريد واحد يمشي الكهنوت مالته، يريد مسيرة تكتمل. فإذا زكريا هو كاهن وما عنده أولاد، شقد يعيش بحياة صعبة، شقد يعيش بحياة مؤلمة. هو كاهن وما عنده أولاد، من راح يشيل كهنوته؟ من راح يستمر بكهنوته؟ نفس الشيء الإصابات تحس بهذا الألم، ألم عاقر مع دولة. واليوم واجبي ككاهن، أخواني خواتي اللي بيتهيئون نفسهم للزواج، اللي بيتهيئون نفسهم للزواج، مهم الفحوصات الطبية، مهم الفحوصات الطبية. الحق بس يمكن دقيقة واحدة عم نتكلم هذا الموضوع، لأنه كثير مهم. الزواج يكتمل بكامل المواصفات، ماكو شروط، ماكو أسرار تتخفى أو تنام واحد على ثاني. إذا ولد ما يقدر يجيب أولاد أو بنت ما تقدر تجيب أولاد، لازم يعملون فحوصات ويواجهون واحد الآخر، يقدرون يستمرون بهالحياة إنه ما يجيبون أولاد دولة. كثير مهمة أنه شروط ماكو، إيه أتزوج إذا طلعنا سافرنا برا، إيه أتزوج إذا جبت لي بيت، إيه أتزوج إذا جبت سيارة. اي شرط بالزواج معك، او تشتري لي كذا. وما شاء الله اليوم زواجات معناتنا كلها فخفخه مع الاسف. فمهمه فحوصات طبيه، والشرط بالزواج ممنوع، يعتبر خطيه، يعتبر زواج باطل. اذا اكو شرط، اذا حاجه تسمعها هاي الشمعة، قلت شرط انا اتزوجك، هاي الشمعة على طول تكون مشغوله بالبيت. ماكو شروط، ماكو حوصات وشرط، ماكو زواج وضحية. نرجع إلى موضوعنا، أنه زكريا يريد واحد يستمر بكهنوته، ما عنده واحد يستمر بكهنوته. إيش قد يتألم هذا الشخص، إيش قد يعيش في ألم، في عذاب، ولا بدا يفرجيها. بس لتكن مشيئتك يا لا مشيئة. نفس الوقت الإصابات تعيش هذا الألم. عاقر، حان الزمان لولادة ابنها اللي هي طريق الخلاص. حان الزمان، كل عمرها، مو هاي الفترة 9 شهور، كل عمرها حست الإصابات بأنها ما موجودة في مخطط الله. وهي كثير من عندنا احنا نحس هذا الشيء، قل يا الله دويتك، ليش ما موجودة بحياتي؟ هو موجود بس احنا بدنا نحسه. احنا مشاغل العالم خلتنا كثير نبتعد عن الله، ظروف الحياه حكمت علينا كثير نبتعد عن الله، بينما الاصابات كانت دائما مع الله، وزكريا هو كان دائما مع الله. ليش يا الله؟ ليش ما عندي انا اولاد؟ ليش وليش؟ فحان الزمان بانه الله ذكرني اليوم، عمل معجزته، عمل خلاص لي. فإذا همامي ما منسيه، الإصابات ما منسيه من مخطط الله، الإصابات موجوده دائما في فكر الله، وكلنا موجودين في فكر الله. بس لازم ما احنا نكون الله موجود في فكرنا، في حياتنا. هاي الإصابات فرحتها كثير كبيره، ولاده يوحنا هو مقدمه لهيئ طريق الخلاص، مجيء يسوع إلى ظهوره، ترينا في كتاب الإنجيل، لحين ظهوره المخلص. راح يقول يوحنا هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم. يوحنا هو بداية تقريبا، هو جسر بيربط بين العهد القديم والجديد، بيربطه لأنه بينتقل من عهد قديم مع زكريا إلى عهد جديد مع يسوع. انتظر سنوات طويلة في ألم، في عزلة،
في عذاب محتقرة من كثير أشخاص، وحتى مثل ما قلت حتى من زوجها يمكن ما يقول بأنه أنت ما جبتي ولد، حتى الواحد يشيل اسم بالكهنوت ما راح يقولها. تحملت بالصبر العذاب الداخلي، هو أكبر عذاب من العذاب الخارجي. احنا مرات نقولها بالمثل العام، ضربة راسها تعمل جرح، بس ضربة لسان تكسر العظام. ضربة عصا، أضرب الواحد بعصا جرحته وأذيته، بس ضربة لسان تكسر العظام. فحقيقة مرة بتعيش إصابات وزكريا، فحان الزمان تولد، فرحت، ذكرت بأنه الله، أنه أيضا الإصابات وزكريا هن في مخطط الله. مثل ما قلت الألم الكبير اللي كانت تعيشه أنها عاقل داخليا، نظرتها هي لنفسها تتألم، والآخرين دار مدارها أيضا يمكن يعيروها، أو ما عندك أولاد ما عندك أولاد. وهذا هو مجتمعنا هسه عم نعيشه. بينما بالأخير إجا زمان ميلادها. والشيء المضحك بالإنجيل اليوم، وسمع جيرانها بأن لها ولد. الجيران والأقارب الضروريين يدخلون نفسهم بهواي أشياء ما خاصهم. إيه اليوم نعرف له شمع يولد، قالت من يولد؟ اليوم نعرف له شمع إشعيا، قالت من يولد؟ لا نعرف له شمع إسخريا، الشمع بابل، قالت من يولد؟ من يولد؟ قالت دار الشمع تبرونا ديدي. كيوتن أختن يا يعني نشوات وجيران بيا كيوت تشير خيلة بطنتا خم نأخذ لك مخازيلة خم نأخذ لك مخازيلة ما هي لسليقوتا لا شو خلال موجود مريم كنت شميلة خيلة بطنتا عايز لها مريم براتا خمتا زلا قدمتا تخت السوتا وتوهني لي حامل توهي لطنية غزوان زين كل فترة الشيء يرخي، إيه ليش وعينا طنتا؟ خمن مشواك على ريقيبة، خمن قريبة ريقيبة، خمن جيران ديع على ريقيبة، خلص بس يوم الهويرة كلها زيلة هجم ليهن، إيه اديو بارخ لشمة حسخانية، شمة بابة، تماها تديوني لك كهنة مغدي البابة، تد ما خشيلة دخت آني عاجب ليهن، لا دخت عاجب لأعلى، ما خشيلة دخت آني عاجب ليهن. فمن هذا في المقاطع دي خارج كله وخط المفروض تقول هذا الجيت هو تمام هذا ما خشيت تقبل أنا من كله وخط قاش كله وجوه من نقل ليش ميا أنا من ديك يوم مختار يوم كثير كبيرة مهمة لا نكبي الناشا النشواتا قيلين كنت وقت الشيخ قمتا شو خلت الجيبك؟ مريم أي خمسة أي سوتة ليلة تدخل مهلا وكليلة جيبك أي بنفك مباشرة تعيد شواء بطن خمشة يرخد إشتا سينا بشيرة مط مريم معناتها تعيد شواء إشتا يرخي إلى بطنتا كنت شميلة مريم بيلا تعيد شواء نشواتا إلى بطنتا زلك ليلة جيبك فاطية قبل يوم المهويلة أشميلة سلة كيفا أخا نشواتا وجيران سيلة كل بسخوزة كبي مغزي حضور دياه كبي مغزي وجود دياه كبي مغزي آني ما كذي لا آلها ما كذي آني ما كذي لك كذي أدبرونا بغر تشقيشني إيش لتا خيال زورا لتا خطفل تشقيشني هل أن نشواتا ورأم جيران ما مقتوت لتا خيال زورا كم عيري ولا كم أخذ من كم من خسي ولا من خبي ولا هالآني لا وإن يوم مثلا ما بيننا أي حياة البرمشو سأجي يوم ما تخضر الله بروحه أي إجي هاون منه خصوص المصلحة منه لك ذنو إجي محكينا بس أنت لبيني بينه خموق الزارة ناشنا كل خالي بيني بينه مصفوط تعيش هذا
خشوا له زوره ناشنا وفضحنا ومزجا بشريشه مزجا حتى لك المباراه دام وضو خحلقه زرقاء خحلقه بس زرقاء انا بعد ما حكيت مني منظمه هذه الزوره او هذه الزوره منظمه مختار منظمه مختار هذا مافيا ما تقيل قف قطاره خلوا خلنا لين محكي القهوه خلوا خلنا لين محكي القهوه تمام احكي لي عن نشواتها ليلي اني تفرضي قانيهن لا تعيش كل شيء مع زكريا ليه ما يشفري مع زكريا؟ لأن أتبرونا هذا الطفل هو من مخطط الله هو عنده رسالة هذا الطفل راح يحمل رسالة الله للعالم وهذا الطفل يسمى من الله مو من عندكم هذا الطفل هو من الله ليش؟ لأنه عرفت الإصابات هي عاقب ورا 80 سنة ما هو مستطاع غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله ماكو شيء مستحيل عند الله فولدت ورادوا يمشون زكريا يمشون ابن زكريا على مخططهم مثل ما يردون يتصرفون بيوحنا فقالت لا يسمى يوحنا يوحنا ماكو واحد من اقاربه وجيرانه يسمى بهذا الاسم ليش جبتي انت هذا الاسم؟ من وين جبتي هذا الاسم؟ من اعطاك اياه هذا الاسم؟ الله اعطاني اياه هذا الاسم. فالمضحك ما قد ابوها. بالشرع اليهود نسوان على جنب ورياجيل على جنب. فاللي يحكم على النسوان مع النسوان اللي يحكم على الاصابات فما وصلوا النتيجه معاها. لوفا يردون يعملوها مثل لوفا بدون علم الاصابات راحوا عند زكريا ليسالونه ريت نسمي اسمك زكريا فرحانين زكريا ما يحكي ايه زكريا قال راح اخلي اسمه زكريا هم كيفهم يريدون يمشون الاقارب والجيران اللي ما كان لهم وجود فهم كيفهم زكريا قال لا ما يحكي بس اشر اعطوني لون اكتب اسمه هم استغربوا اكيد لانه زكريا ما سمع عن اصابات اشقالت لانه ما كان معاها فزكريا قاعد حاله، فيريد واحد يحمل اسمه، فهم فرحانين لانه كاهن وهذا راح يستمر لكهنوته، هو ايضا زكريا الصغير، يوحنا يصير زكريا الصغير، حسب مخطط البشر، ما مخطط الله. فاخذ كتاب يوحنا اول ما خلص اخر حرف من اسمه فتح لسانه. الناس رجعت لورا، بس عشان شلون فتح لسانه؟ يد الله ما انتم قررون الله هو اللي قرر هذا الشخص شنو اسمه زكريا دخل في صمت لانه ما صدق كلمه الله شك في كلمه الله دخل في صمت عميق وهذا الصمت العميق هو دخله في درس عميق ليكتشف حضور الله بحياته لما احنا تجينا فت مشكلة نبتعد عن الله، نقول الله ما موجود هكذا لهذا السبب انا وقعت في مشكلة. هو درس ان اليوم لما زكريا صار اخرس مقام يحكي دخل في صمت عميق اكثر حتى انا يحس بوجود الله بحياته. دخل في سر الله الصامت. لازم تسكت حتى تعرف الله شو من عندك. فاليوم اخواني اخواتي المباركين هاي ايام المباركه اللي نتهيأ بها لميلاد المسيح لا نضحك على نفوسنا وعلى حياتنا وقل للواحد ليل خبريخه انا ابن كوره لو نصلحوا خان من خينا لشوق لبن جوندي دولا مرفقين لخلقنا شتقول وخمسك برازة على القاعدية أو قانا ديت المغزاين لبقى يوم آخر من بدوانا دي يوفو من كرمانا ديت المعياشة من خيم ديت المعياشة من عيشة صعبة ديت المعياشة دائما نقول
شكرا خط مريا على حاول البونو لا البونو شت يورو خمخني جودة سمر شت سكتو وشمر بس على هناك بيننا لها بيت بيت رانوثا من سيطرة البطل يسيطر على حياتها فندخل مثل ما زكريا دخل في هذا الصمت واكتشف حضور الله لأنه كبيرة قالك محكوك محكوك قمصاله بس بسبواتها ولفواتها ليلة من آلها فكما في آلها تيبل ايه آلها ليلة سويج مدهن دون رجمان ليه أنا يحاور بس أخلي لي بخاطري بشكل أيو حاور بس دي قيو سكتو وتخمله يا آلها مخيامة صامويل تكلم يا رب أن عبدك يسمع تتشمو تنيت فعلها يمكن هاينا خبصوا ترقصة خايبية تترقشوا حضور على خايبية